هنحط ايه؟ شويه زيت سمسم حلوين، يعني نقول معلقتين مثلا كده. اوكي، وشويه ثوم حلوين، ومثلا 4 فصوص ثوم، على لو معايا وركين مخليين، وانا افضل هنا اوراك الدجاج وليست الصدور. جميل. على جنبنا كده شوية، زيت السمسم ما يتضايقش من السخونة، لا هو ولا الزيت الحار. يعني ممكن اخضر بصلايه واحده يكفي. اوكي كفايه، ونقول ايه؟ ونقول كفايه. ونحط شوية خيار. اوكي، لو لاحظتوا دلوقتي والكاميرا جابت لنا هنا كده، هنلاقي صوص زي ما حضرتك شايفين كده. اوكي، فهناخده بشويه صوص كده معاه، نعمل كده. ونبتدي نلف التورتيه.